أنا جد سعيد لي موجود هنا بين خوتي وبين أصحابي تاع زمان وين جوزنا أيامات العز يعني الحق، جوزنا أيامات زوينين كما تقولوا أنتم في طنجة، وكنا دايرين عائلة كبيرة في طنجة الحق بصراحة. يعني نحكي عليك على المباراة، شنو نقول لك؟ ما نعرف زقلتكم ولا زقلتوني والله ما فهمت بصراحة. شوفوا يا جماعة، بدات مباراة متكافئة، ومن بعد كي خرجوا لي دو جوار تفتحت المباراة، ولات كان اللي ماركي كان هو راهو يربح راهو. انا مانيش راضي وعمري ما كنت راضي على الفريق ديالي اليوم. ممكن لعبنا دي ماتش اتعس من اليوم، لكن ماشي بهذه الصفة اللي ضيعنا فرص. شو نقول لك؟ ما شو نقول لكم؟ كنتوا تشوفوا في الماتش راهو ضيعنا فرص ما تواسيش حاجه. زاد حيرني الخروج بالكارت الاحمر، وهذا الشيء ما نقبلوش وما نقبلوش نهائيا في الفريق ديالي. المباراه كانت، كنا نعرفوا الوضعيه تاع طنجه قبل ما نجي. في اليومين اللي جيت كنا نعرفوا الوضعيه تاع طنجه، كانت نظن الفريق مضغوط بزاف. اللاعبين كاين لاعبين مستواهم حسن من هكذا، حسن بزاف. اليوم شفتهم يتثقلوا، شفتهم يعني نحكي لك على الفريق تاع طنجه. بالنسبه لفريقي شغل درنا حوايج تاع اماتور بصراحه. راه انا وليت شكيت في العمل ديالي، قلت ممكن انا راني مانيش نخدم في الشق الهجومي، ممكن ما رانيش والله ما راني نخدم غلط. حتى شكيت في روحي بصراحه راه، وربي عالم كيفاش نخدم التمارين ديالي بالكومبارتيمون، بكل يعني كل كومبارتيمون يخدم وحده، تمارين خاصه للمهاجمين الدنيا. لكن كي هكذا شوفوا الفرق اللي عندهم الاكسبيريونس، ما نجبتش الاسماوات. اليوم كون جا فريق واحد اخر غيرنا حنايا، كره طنجه خسرت اليوم الماتش بالفرص اللي صراوا. كاين فرق تجيهم وحده في ماتش تدخل. انا اليوم شحال عندي هكذاك؟ مينيموم عندي اربعه، مينيموم عندي اربعه، ما كانش حتى وحده. ممكن الكره ما بغتناش حتى هي عندها احكامها، لكن انا مانيش راضي على اللاعبين ديالي، مانيش راضي على الشق الهجومي خاصه. وباش يسمعوني وباش كيسمعوا يعرفوا بلي مانيش راضي عليهم، ونقولها لهم نهار الاثنين ان شاء الله. وهذا هو الشيء اللي شفتوه انا في الماتش. يعني فوالا دو تروا كارطون روج، لعب مفتوح، يافي دي زوكازيون، جاو دي زوكازيون لطنجي من الجهه الاخرى، من الجهه الاخرى وسي ما استغلوهمش. وهذه كره كامل كنا خايفين نخسروا، كما حنا خايفين نخسروا، كما طنجه كانوا خايفين يخسروا. حنا زعمنا مشينا لقدام ونا يو دي زوكازيون اللي لازم، لان كانوا لي زيسباس بزاف، ولكن ما سهلش ربي. ماذا واش نقول لكم؟